حلقتنا النهارده هنبدأ بأولى فقراتنا الجميلة جدا واللي الحقيقة أنا قبليكم بستناها كل يوم، وسيلفي رمضان. ويلا بينا. وهنبدأ النهارده سيلفي رمضان مع زميلاتي وأساتذتي في الإعلام في سحور الإعلامية الجميلة دعاء عامر. كان يوم جميل قوي، وبجد شكرا يا دودو على اللمة الحلوة وكرم الضيافة. وهنا عصام كمال بعد حلقة سيلفي العلم حط صورة اسكندرية وكتب قصة حب لا تنتهي، وأنا كمان على فكرة. وده بقى دودو ابن أخت جون حبيب خاله، هيعمل عملية خلال الأسبوع القادم، محتاجين الدعاء له. قادر ربنا يشفيه ويعافيه ويجعل الشفاء على أيد الطبيب، اللهم آمين. وهنا دكتور عبد الرحيم خليفة حاطط صورة مع طالب في كلية هندسة اسكندرية وعمل روبوت للعمل تحت الماء، في تقدم ونجاح دايما يا رب. ومصطفى من قلب العمل واخد سيلفي وبيقول العمل في رمضان وربنا يعيننا جميعا، اللهم آمين. والصورة دي هي سر سعادة ترانيم المطر. في الصورة بنتها في أول يوم حضانة، عقبال البكالوريوس يا رب. أما محمد فحاطت إيده على خده في سيلفي قبل الامتحان، اجمد يا بطل ومن الأوائل إن شاء الله. ودي مش صورة سيلفي بس، اللي بعتها حب يقول لبابا وحشتنا قوي، وبرغم بعدك إن مسيرتك الحلوة وطبتك عايشة جوانا، وحشني رمضان معاك كان له طعم تاني، إن شاء الله رمضانك أحلى في الجنة. الله يرحمه ويرحم كل الأموات يا رب العالمين. وهنا رشوان سليمان وسط أصحابه موحدين اللبس باللون الأبيض وكاتب أحلى صورة مع أصحابي، ربنا يخليكم ليا. وحنختم النهاردة بصورة رومانسية جدا من بروفايل لالا روحي، حط أحلى صورة لبابا وماما وكتبة من الزمن الجميل الحب اللي بجد، ربنا يخليكم ليا بنتكم سميرة. وبكده خلصت صورنا النهاردة، نقابلكم بكرة إن شاء الله في سيلفي رمضان.